بالنسبه للمنصب ديالي فعلا اولا فرحانه سعيده به. علاش؟ لانه كيف ما بدينا النضال ديالنا بدينا على اساس انه الهدف تكون الامازيغيه في واحد المستوى اللي يعني اللي تكون فيها تلقى المكان ديالها وتكون مفعله، وربما هذا الشيء ما كانش في سنوات تقريبا، غير الى جينا من نبداو غير من المؤسسه ديال الامازيغيه من تقريبا 2000 2001، فهاد الشيء ما كانش بالرغم من ان كاين يعني واحد الحراك في اطار الحركه الامازيغيه، كاين يعني واحد ادماج اولا ادراج الامازيغ في التعليم في الاعلام باشكال ربما محتشمه في بعض الاحيان، وعود ربما احسن في احيان اخرى، ولكن باش انها تكون داخله في مشروع ديال حكومه فجات بطبيعه الحال مع الدستور الامازيغيه، ومن بعد جات القوانين التنظيميه، واللي كانت هذه القوانين التنظيميه اللي كانت خاصها تخرج للوجود في الحكومات الاولى، سواء الحكومه الاولى ديال السي عبد الإله بن كيران ولا الحكومه الثانيه ديال السي العثماني، وخا انه القوانين التنظيميه خرجت في 2019 يعني تقريبا عامين على انتهاء الولايه ديال السي العثماني، ولكن الان في يعني الحكومه هذه فعلا خدات على عاتقها، بان لينا بان الحكومه واخده يعني بشكل جدي هذا الملف ديال الامازيغيه، خصوصا انه في يعني جاء في البرنامج الحكومي لاول مره أنا تجي بشكل متميز وبشكل يعني جري ملف الأمازيغية، أنه خاص حان الأوان أنه نزلوا على أرض الواقع، وهذا ماشي غير كلام، ولكن جاب يعني بإجراءات أو تدابير إجرائية اللي هي يعني عملية، وأولها وأكبرها وهو الصندوق يعني الميزانية المخصصة للتفعيل الرسمي للأمازيغية. إذن فعلاقتي بهذا يعني واش أنا سعيدة لأن فعلا يعني بالمصير ديالي ولا المسار ديالي في النضال ديال في الحركة الأمازيغية مزيان، أنا سعيدة أننا وصلنا هذا المستوى ديال أنه الحكومة تستجب، وماشي غير استجابة ولكن حتى أنك يعني دمج هاد يعني الفعاليات الامازيغيه في هاد المشروع هذا، كذلك انه تنعتبره تشريف وتنعتبره تكليف كذلك، لان لاول مره في يعني في الحكومات المغربيه تكون واحد مؤسسه حكوميه رسميه اللي تهتم بهاد الموضوع هذا، وماشي سهل اننا يعني ملف ثقيل وفيه مسؤوليه وفيه اشغال كثيره اللي خاصها تكون وتبان للمواطنين المغاربه جميعا وبدون استثناء بطبيعه الحال. هو عمر يعني الميزانيه اللي تعطى الهويه مغربيه وثقافه مغربيه ولغه مغربيه عمرها ما تقد، خصوصا الى شفنا بان في جميع يعني كيف قلت في جميع الحكومات السابقه، سواء لا الدستره ديال الامازيغيه ولا بعد الدستره اللي ممكن كاع نحسبوها غير ما بعد الدستور ديال 2011 اللي نص على رسميه الامازيغيه في يعني بجانب اللغه العربيه، وهذا جانب اللغه العربيه شنو تعطينا المعنى ديالها هو انها خصها تكون مساواة ما بين اللغتين، فاش يعني في الحماية في النهوض في يعني في الإشعاع في كل شيء، وهذا الشيء ما للأسف ما تنلقاوش ما لقيناش، لان كيف قلت في النضالات ديالنا كل سنة تنوجهوا رسائل للبرلمانيين ورسائل للمجلس المستشارين على أساس أنهم في إطار ذاك النقاش ديال الميزانية يلحوا
في النقاش ديالها، باش انه تكون واحد تخصيص واحد النوع او لا واحد القسم من الميزانيه للملف الامازيغي، خصوصا لاننا نواجه فاش نناقشوا التعليم ونناقشوا الاعلام ونناقشوا الثقافه والكتاب الى اخره، نواجه بانه راه ما كايناش مناصب، ما كايناش مناصب شغل او لا ما كايناش ميزانيه خاصه لهاد الاوراش، فاضطرينا اننا نمشيو في هذاك الاتجاه ديال المطالبه بميزانيه خاصه للملف الامازيغي، ولكن للاسف ما كانت استجابه نهائيا لا في البرلمان بغرفتيه وما كانش استجابه بالنسبه للحكومه. فجات الفكره ديال في اطار النقاش ديال المجلس في اطار النقاش ديال القوانين التنظيميه 1626 من الزملاء في حزب التجمع الوطني الاحرار، انه تخصص في القانون تخصص واحد الميزانيه لاجراءات تفعيل الطابع الرسمي للامازيغي، ولكن هاد المقترح ما دخلش او هاد التعديل ما دخلش في التعديلات اللي شابت او اللي تمات على القانون التنظيمي، على المشروع ديال القانون التنظيمي. ف يعني ما دارتش هاد ما تخدش هاد التعديل بعين الاعتبار. في السيد رئيس التجمع الوطني الاحرار السيد عزيز اخنوش فكر انه تجي في هذا تجي في البرنامج ديال الحزب ديال الانتخابي، وفعلا حنايا كمناضلين وكمناضلين سواء في الحركه الامازيغيه وكمناضلين من داخل الحزب، ما كانش الا انه يعني هاد المساله هادي يعني نتمنوها، وفعلا اننا شجعناها وماشي غير جات في البرنامج الحكومي، ولكن جات حتى ماشي غير جات في البرنامج الانتخابي ولكن جات حتى في البرنامج الحكومي. دابا هذا مشروع ديال تيتسمى ديال الحكومه، ماشي ديال حزب واحد ولكن ديال الحكومه، لان اتفقوا عليه كاملين يعني الاطراف كلها اتفقت عليه، ودابا خص فعلا وصلنا انه نخدموا على هذا التفعيل ديال الملف الامازيغيه بهذا الشكل هذا. هو الصندوق راه كاين في سميتو كاين خرج الاساس انه خرج في الميزانيه ديال الحاليه راه كاين، وهو تابع لوزارة الرقمنة وإحداث الإدارة، على أساس أنه كاع المشاريع اللي ممكن أن تدار في الأمازيغية ستمول من هذا الصندوق هذا. انا ما فهمتش كيفاش انه غيكون تفرقه وغتكون فتنه، والغريب واللي ما مفهومش هو انه في اي لحظه من اللحظات ديال يعني واحد يعني واحد مكتسب ديال الملف فيما يخص الملف الامازيغي، تلقاو بلي ان كاين راه الفتنه راه التفرقه راه حنايا هادشي عشنا معاه من الصغر ديالنا، وحنا في النضال حنا ديما تنسمعوا بلي ان راه هادو راه ما نعرف غيديروا الفتنه غيقسموا البلاد غيفرقوا ما نعرف شنو، هادشي ما كانش. اللي خصو يتفهم من هاد الناس هادو انهم يطمئنوا اولا، علاش؟ لان الامازيغية راه كاينه في الدستور، ما يمكنش يجادل شي واحد انه راه ماشي لغه ديال الوطن وماشي لغه ديال البلاد، سواء دابا لغه وطنيه وراه لغه رسميه، احب من احب وكره من كره، يعني هذا صافي ما نقطعوا هذا النقاش في هذه المساله، عاد نبقاو نرجعوا واش نرجعوا لهاد يعني البديهيات اللي ما صافي قطعنا معها. ثانيا انا غتخلق فتنه، باش غتخلق فتنه كيفاش غتخلق فتنه؟ الا عطيتي واحد اللغه واحد الثقافه عطيتيها واحد الامكانيات اللي ممكن اللي خصها باش انها يكون عندها اشعاع ويكون عندها واحد الوجود اللي تحرمت منه منذ سنين من 1956 منذ الاستقلال، والامازيغية تحارب بجميع الاشكال الممكنة، حوربت
حربت نفسانيا، حربت اقتصاديا، حربت ثقافيا، حربت لغويا. يعني كان كاين واحد، كان واحد التمييز ضد اللغه الامازيغيه في جميع اشكالها. فهاد يعني وانا في الاول سبقت لك بانه حين نناقش مع القطاعات قبل هذه الحكومه كمناضلين تنناقشوا الادراج الامازيغي، علاش ما تكونش الامازيغيه معممه في التعليم، علاش ما تكونش الامازيغيه في الاعلام، علاش ما تكونش، نواجه بانه ما كايناش ميزانيه خاص، ما كايناش ميزانيه، ما قدناش، ما عندناش الفلوس، ما عندناش اللي عندنا دابا تنديروا به هذا الشيء اللي كاين، يعني نقدروا نديروا به شويه سميتو، ولكن ماشي بالشكل اللي ممكن يدار. فهاد الميزانيه، هاد الصندوق جات باش دير هاد تعمر هذاك الفراغ اللي ما كاينش في الميزانيه ديال القطاعات. كاين عندنا يعني كي غنقول لك عندنا واحد المستوى خصنا نطلعوا فيه، خصنا ليه ميزانيته، لان لا يعقل انا 10 سنين ديال التعليم ديال الدستوره ديال الامازيغيه في الدستور ديال 2011 الى حدود الان ما عندناش دفاتر التحملات في القطاع ديال الاعلام، ما تتنفذش. علاش؟ لان تيقول لك خصنا امكانيات باش اننا نديروا التلفازه نرجعوها 24 ساعه على 24 ساعه، خصنا امكانيات باش يكونوا عندنا صحفيين مكونين، خصنا امكانيات باش يكونوا عندنا برامج في المستوى، خصنا 12 10 سنين ديال الامازيغيه في الدستور، والامازيغيه لحد الان بقى بلاصتها في الاعلام. علاش؟ لان ما عندناش امكانيات ديال المعلمين في هذا، يعني العدد المعلمين اللي خصهم يكونوا في الابتدائي، ما عندناش التكوينات، ما عندناش اقسام قسم خاص بالامازيغيه، ما عندناش الى اخره. فهاد عاد في الثقافه، عاد في بالنسبه للفنانين، بالنسبه يعني حتى حتى التنميه المجاليه بعض المرات ما تيكونش، لان حيت منطقه معينه، ولا حيت لغه معينه، ولا حيت فهاد الشيء كامل خص. شنو اللي ناقصو امكانيات، نواجه بانه ما كاينش امكانيات اسيدي، باش ما نبقاش عندنا هذا المشكل ديال الامكانيات. ها هو الصندوق، خص هاد الصندوق يدخل في هاد المواضيع كلها، ولا في هاد الاوراش كلها، باش اننا نقدروا نوصلوا ولو راه ماشي غنوصلوا، راه ماشي شي امكانيات اللي ما نعرف شنو باش صافي غنوليو تساوى الامازيغيه بالعربيه. راه باقي، راه مازال كاين تفاوتات، ومازال غتبقى بين العربيه وبين الامازيغيه، لان الامازيغيه خاصها الكثير من، ماشي غير من 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 الموارد البشريه، من موارد لوجيستيكيه، من موارد ماديه، باش انها توصل على الاقل المستوى اللي خاصها توصل ليه. هذه 10 سنين ماشي هذا هو اللي طبيعي. ولو انني انا شخصيا تنقول بلي ان ما يمكنش غناخذوا خص يعني القطاعات تحمل مسؤوليتها في هذيك الميزانيه اللي عندها ديال القطاعيه اللي عندها، خص تحمل مسؤوليتها فيها، دير يعني الامازيغيه، تدخل فيها الامازيغيه. وهذا الصندوق هذا ما هو الا شي حاجات اللي ممكن، واحد التمييز ايجابي اللي ممكن اننا نزيدوه ك ايجابيا، باش نقدروا نهزوا شويه المستوى ديال هذا، لان الصندوق راه لا يعفي القطاعات انها تشتغل لان هذه ميزانيه الدوله، هذه احنا ماشي دوله داخل دوله، ماشي عندنا امازيغيه راه واحد دويله راه داخل واحد الدوله اخرى اللي ممكن هذه ميزانيتها ونحطوها بوحدها ونبقاو نصرفوا فيها. لا، القطاعات تحمل مسؤوليتها في الملفات اللي عندها القطاعيه في الامازيغيه، ولكن هذا الصندوق إيه إمتاش الا كان شي خصاص، الا كان سميتو، وكاين ملفات اخرى اللي يتناولها ولا اللي يشملها. حنا دابا الحكومه باقي يلا كملات 3 شهور 4 شهور
4 شهور، يعني باش نكون راه مش في وضعية كارثية وفي 4 شهور نكون وضعية جميلة وزوينة، وهذا راه غنكون يعني تنكذب أو لا تنكون تنتملق ولا هذا. الوضعية نقولوا عليها كارثية، نقولوا عليها صعيبة، نقولوا عليها أي مصطلح سميتو، ولكن الأساسي واللي مهم وهو أنه إحنا ما جينا باش ما يكونش هذاك الوضع الكارثي يعني جامد، لا جينا باش هذاك الوضع الكارثي حنا عارفينه كارثي ويعني حاسينه وعايشينه وتألمنا من أجله، فالمهمة ديالنا هو أن هذا الوضع ما يبقاش كارثي وحنا غيولي وضع أجمل جميل لجميع المغاربة، وهذا هو الدور ديالنا وهذا هو الدور ديال الحكومة الجديدة وهذا هو علاش نعمله لحد الآن.